خمات بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ وعليه نتوكل ومنه دائما وأبدا نطلب التوفيق والسداد والنجاح يا رب العالمين. أسعد الله صباحكم بكل خير وحييكم بتحية الإسلام الخالدة، فسلام من الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. نحييكم من هنا من أرضية ميتان سيح الرمث بولاية جعلان بني بو علي في هذا اليوم الجميل في صباحية يوم السبت الرابع من شهر 5 لعام 2019 عامل في طياته، اليوم المخصص لسن الفطايم الحامل في طياته أسماء كبيرة وشعارات مميزة تزين هذا الميدان. نرحب بكل الحضور، نرحب بكل المشاركين الذين حضروا للمشاركة في هذا الميدان. إذا متابعينا الكرام، استعداداتي بانطلاقاتي أول أشواطي هذا الصباح، الشوط الأول الخاص للإبكار على بركة الله. نسير مباشرة مع الصدارة والمقدمة، من يتقدم مع المركز الأول تتقدم بهذا الاسم الكبير. من الجانب الاخر هنالك ضجه لمصعب الراشد بن عبد الله القنفوصي، بينما المركز الثاني تتقدم احمار لسليم بن راشد بن سليم البطيني يقدم احمار، بينما المركز الثالث وصلت بروك لناصر بن علي بن خادم الزرعي يقدم لنا بروك، بينما المركز الرابع من الجانب الاخر تتقدم سلهوته لسالم بن راشد بن عبد الله ودخيسران العريمي. المركز الخامس وصلت شكرة لصالح بن خميس البطيني، ولكن أعود إلى المقدمة، أتابع بروك لناصر بن علي بن خادم الزرعي يقدم لنا بروك بانطلاقها الجميل، ولكن وصلت ضجة مصعب بن راشد بن عبد الله العريمي يقدم لنا فكة مع المركز الثاني إلى المركز الأول. المركز الثاني بروك لناصر بن علي بن خادم الزرعي، المركز الثالث وصلت الهودة لسالم بن راشد العريمي، ولكن أعود إلى فكة يا فكة، تتقدم بشعار مصعب بن راشد بن عبد الله الغنبوصي بقيادة مشعل بن دلهم الكاس يحقق هذا الناموس. انطلقت ضجة بانطلاقها الجميل باندفاعها المميز، ما شاء الله تبارك الرحمن على هذا الاندفاع. شكرا الى مشعل بن تلهم الكاسبي، هكذا ضجة تحقق هذا الانجاز. تهانينا الى مصعب بن راشد بن عبد الله الغنبوصي المركز الثاني. وصلت بروك ناصر بن علي بن خادم الزرعي المركز الثالث، وصلت الهودة لسالم بن راشد بن عبد الله العريمي. اذا تهانينا والناموس الى مالكي ضجة لمصعب بن راشد بن عبد الله الغنبوصي، والتهنية ايضا لمشعل بن دلهم الكاسبي. تهانينا على هذا الفوز والانتصار. والتوقيت الزمني 2:08 وبالوفاء والتمام. تهانينا والناموس.